جولة صباحية في عالم الصحافة المحلية العربية والأجنبية، والبداية مشاهدينا كالعادة بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا، وبداية مع فقرة بالخط العريض، ونستهلها بما حملت الصحافة المحلية لنقرأ من الثورة التي عنونت لليوم الرئيس الإيراني للمهندس عرنوس: العلاقات الثنائية استراتيجية وعميقة، ولدى البلدين قدرات هائلة لتوسيع تعاونهما. وأيضا عنونت صحيفة الثورة لليوم: الشيخ الشمري عشائرنا العربية تقف صفا واحدا بمواجهة المحتلين وأدوات الإرهاب والانفصال. من صحيفة الثورة إلى صحيفة الوطن التي عنونت لليوم: أعلن رفض استهداف المطارات السورية وطالب بإنهائها فورا يافيموف: على الإرهابيين الاستسلام وإلا فسيتم تدميرهم. المأساة في غزة جاءت مفيدة للغرب لتبرير تراجعه عن دعم كييف. وأيضا عنونت صحيفة الوطن لليوم: دمشق تنوي رفع رسوم مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة. المحافظة أجورها قليلة بقيمة 3,200,000 ليرة. 1,000 مواطن حصلوا على تراخيص مواقف سكنية مأجورة رسومها السنوية 3,200,000,000 ليرة. من صحيفة الوطن إلى صحيفة تشرين التي عنونت لليوم: بعد انتهاء المباحثات وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، المهندس عرنوس: ضرورة الاهتمام بالشراكات الانتاجية والاستثمارية بين سوريا وإيران. وأيضا عنونت صحيفة تشرين عنوان عريض: سوريا تدين استخدام واشنطن فيتو لوقف العدوان، وتؤكد أمريكا تخوض الحرب مع الاحتلال في غزة. وفي عناوين الصحف الأجنبية نقرأ سريعا من واشنطن بوست التي عنونت لليوم: زلنسكي يتراجع عن إلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي في اللحظة الأخيرة. وأيضا عنونت نيويورك تايمز: إسرائيل لم تقدم أدلة مقنعة بشأن قدراتها على تدمير حماس. الجارديان البريطانية كان عنوانها الأبرز والعريض: تصرفات إسرائيل قد ترفع شعبية حماس. ولوموندا الفرنسية عنونت لليوم: إجراءات أمنية بفرنسا وألمانيا تزامنا مع أعياد اليهود واستمرار الحرب. وإلى عالم الرياضة مشاهدينا، صحيفة ماركا الإسبانية عنونت لليوم: فشل في مدريد وصداع مستقبلي لأنشيلوتي، ومايوركا والفار يدمران إشبيليا. كورير ديل سبورت كان عنوانها الأبرز والعريض لليوم: أنتر يرد على اليوفي ويهزم أودينيزي ويعود لصدارة ترتيب الكالتشو، وميلان يستمر بالتخبط ويسقط على ملعب بيرغامو أمام أتلانتا بثلاثة أهداف لهدفين. الغرب وعنصريته المفضوحة عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيه: استمرار الدول الغربية بسياساتها الإرهابية وعقوباتها وإجراءاتها الأحادية القسرية، والتي وصلت إلى مرحلة الفضيحة الأخلاقية والقانونية والعنصرية، باتت تمثل انتهاكا فاضحا ومستمرا لميثاق القانون الدولي ومنظماته التي تستخدمها هذه الدول، مطية لتمرير مشاريعها التي تعبر عن حقد وعنصرية تهدد الأمن والسلم الدوليين. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي اعتمدت قرارا مخالفا للقانون الدولي بحق سوريا في دورتها 28 لمؤتمر دول الأطراف في المنظمة، يمثل استمرارا لنهج العنجهية الغربية المفرطة ومحاولة الضغط على دمشق عبرها بعد فشل حملاتها السياسية والإرهابية متعددة الأشكال والأصناف طيلة 12 عاما. يتابع المقال مشاهدينا: بالمقابل هذه المنظمة ترفض مناقشة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للغازات السامة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي أظهر لتلك الدول التي رفضت التصويت على القرار ادعاءات الدول الغربية الداعمة للإرهاب العابر للقارات، دعما لكيان استحدث بغطاء غربي أمريكي ليمارس الإرهاب وينفذ مشاريع هذه الدول في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وفي فقرة صحافة العدو مشاهدينا ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية أن 5000 جندي جرحوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، وأن وزارة الدفاع اعترفت ب2000 من الجنود كمعاقين حتى الآن. وكشفت الصحيفة الصهيونية أن الأرقام التراكمية منذ 7 أكتوبر فلكية، وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع، وأضافت أن من بينهم أيضاً 1000 جريحا من الجنود النظاميين، لذلك يتم توفير الرعاية لهم من قبل جيش الدفاع. ولم توضح الصحيفة ما إذا كان بقية الجنود جرحى نظاميين أم لا. وحول إكس نقرأ: هكذا تفاعل النشطاء مع حذف صورة أسرى فلسطينيين مجردين من ملابسهم. تداول رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي بشكل متسارع في الساعات القليلة الماضية صورا لشاشة توثق حذف منصة إكس لمنشور وصف بكونه عنصريا للغاية، غرد به نائب رئيس بلدية القدس المحتلة أريا كينغ قائلا بالحرف: علينا القضاء على النازيين المسلمين في غزة، لو كان القرار بيدي لدفنتهم أحياء، هؤلاء ليسوا بشرا ولا حيوانات، هؤلاء في درجة أدنى الحيوانات. وسرعان ما حذفت المنصة هذه التغريدة، لكن روادها كانوا قد أخذوا لها لقطة شاشة وأعادوا نشرها متفقين على ما تكشفه أو على ما تكشفه من عنصرية ورغبة في الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، لتغرد الكاتبة سعدية مفرح بالقول: كان المفترض على منصة إكس أن تترك المنشور حتى يعرف العالم مدى عنصريتهم ويعرف من هم ويعرف من هم النازيون الحقيقيون. المطبخ الفلسطيني: صراع ممتد إلى نيويورك، عنوان خبرنا في الصفحة الأخيرة. وجاء فيه: يمتد الصراع بين الاحتلال والفلسطينيين إلى مجال الطهو في نيويورك الأمريكية، إذ يقود الشيف الفلسطيني المولد مارسيلا فرام مبادرة تضامن ليشعر أن لديه مساحة أمنة لمشاركة طعامه وقصته، وأن صوته مسموع ومدعوم من قبل العالم. وذكرت صحيفة لوموند أن هذه المبادرة تدين فقدان أرواح بريئة في الصراع، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الدعم الأمريكي غير المشروط للاحتلال والمشاركة في المقاطعة الثقافية للكيان. وتتوافق العريضة التي أعدها الطهاة مطلقين عليها عنوان: من أجل كسر جدار الصمت بشأن الإبادة الجماعية في غزة، التي وقعها أكثر من 1000 فرد أيضا مع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات، كما تسلط الضوء على دور الطعام كعلامة هوية قوية، فيما يمتد الجدل إلى معارك بشأن أطباق مثل الحمص، ما يعكس النفوذ والمخاطر المالية التي ينطوي عليها الأمر. والآن مشاهدينا مع رشة رسامي. جولة الصحف انتهت لليوم، اللقاء يتجدد غدا، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.